بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ يا ولدي أنت واقعين في جريمة كبرى، وهو ما أصدق من الله، وفي المخلوقات ما أصدق من الرسل الكرام عليهم السلام وإمام محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أظلم ممن كذب على الله ينرك زلل على بعض منكم يفيق بغلط، يقول لك أنا ما لا حسب الآية دي، أنا متخذ أي كذبت على الله وجاك رسول كريم محمد عليه الصلاة والسلام وكذبت وانتقمت من آل بيته. قالوا معاوية شنو درجة إيمانه؟ كان عنده إيمان درجته عالية لا بأس بها، ما كان يخص سيدنا علي كرم الله وجهه من كل سجود لأي إله باطلي و و و وخليته لحد الآن سنتكم الفاسدة سنتكم القبيحة ماشية إلى قيام الساعة. شوف ايش خلفته يكرب من سوء أعمالكم ونياتكم في الرب ونياتكم في رسول الرب عليه الصلاة والسلام.